السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هذا النهار إن شاء الله أقدم لكم واحد الموضوع ديال كيف تحسن من دخلك من خلال مشروع بسيط اللي هو تربية الأرانب. إذن تربية الأرانب مشروع مربح جدا جدا، وهو مشروع حقيقة سوف يحسن من دخلك، ولما لا يجعلك يجعلك سوف يجعلك إن شاء الله توفر مداخل، ويمكن أن يجعلك غنيا، يعني تولي لباس عليك الحمد لله، وذلك بالصبر والمثابرة وحسن التصرف وكذلك الكتمان. قاعد النقط هذه مهمة ومهمة في مشروع الأرانب. إذن كما قلنا الصبر والمثابرة، يعني خاص واحد ما يستسلم، يخدم نظافة، ينقي، يبحث على كل شيء الحوايج اللي يعني اللي ممكن يكونوا خاصين، يكون ملم بالمشروع ديال الأرانب. وكذلك الكتمان، الكتمان ضروري في قطاع ديال تربية الأرانب، لأن الأرانب كيبغيو الكتمان. فممكن خلال 3 سنوات أن تكتسب خبرة تجعلك ميسور الحال، ولما لا يمكن أن تورث هذه الحرفة، أنا كنسميها حرفة في الحقيقة، وصنعها تورثها الأولاد ديالك إن شاء الله. أيضا تربية الأرانب هو مشروع عالي الربح، يعني إذا تم إدارته بالشكل الصحيح وبخطوات بسيطة. نتكلم على هذه الخطوات، أنا حاول ندونها لكم في نقط. نتكلم على هذه الخطوات. أولا، تربية الأرانب تحتاج إلى رأس مال صغير، ماشي ما كتحتاجش شيء رأس مال يعني كبير، يعني ممكن أن أي واحد مثلا يبدأ مشروع بواحد جوج إناث و ذكر واحد، يعني على الأقل ممكن تكون عنده غير أنثى واحدة وذكر واحد، ممكن أنه يطور المشروع يدير 4 إناث وذكر واحد. 4 إناث وذكر واحد راه ماشي شي حاجة غالية بزاف، ممكن أنكم ديروا غير أنثى وذكر وتصبروا حتى يولدوا ويعطيكم خلفات، وهذوك من هذوك الخلفات تكسبوا منهم، وهانتوما يعني غادي بالمشروع مزيان. ثانيا، ان المشروع لا يحتاج الى مكان واسع، ممكن ان اي واحد يكون عنده شي سطيحه صغيره، او كاين الناس اللي دايرهم معاهم في البيت كاع، يعني خص غير النظافه يعني باش ما تعطيش ديك الريحه. اما اذا كان عندكم شي سطيح، يعني سطيح ولو غير متر في متر، ممكن انكم ديروا فيه تربيه الارانب، يعني ما كيحتاج المساحه. ثالثا، هناك العديد من المربون من يستفيدون من اللحوم لغرض شخصي، يعني كيديروا يعني كيجيبوا الارانب باش يبقاو يولدوا لهم وياكلوا منهم. صافي، هذا الشيء حتى هذا الشيء راه في الحقيقه ممكن انك ما تبقاش تشري اللحوم، صافي راه غادي يولي هذاك الفلوس اللي كنتي كتشري بها اما الدواجن او الماشيه او اللحم من عند الجزار ولا اللحم من السوق، ممكن ان ما تبقاوش تشريوها، وهانتوما بديتو كتوفروا يعني بطريقه غير مباشره، توفير بطريقه غير مباشره. ولكن كاين بعض يعني المربون اللي كيبيعوا اللحوم، وبالتالي هذاك المشروع ما غاديش يبقى مشروع عادي كهوات يعني هوايه، لا، كيولي حرفه، وكيولي انهم خاصهم يزيدوا من الامهات، من عدد الامهات، باش يزيدوا من الانتاج، وبالتالي غادي يقدروا يوفروا اكثر واكثر. كاين واحد النقطه اخرى هناك، كاين مميزات بزاف يعني كثيره لهذا المشروع، تجعل مشروع تربية الأرانب يحتل الصدارة والمرتبة الأولى، لأن هو كيتفوق على هذا المشروع، هذا كيتفوق على باقي القطاعات كالدواجن والمواشي. فتربية الأرانب ممكن أن تنتج، يعني هذه معلومة، من 35
الولادة يعني من 35 حتى 40 مولود في السنة لكل أنثى، يعني ممكن أنثى واحدة تولد لك في السنة، يعني على مدار السنة ممكن تولد لك 35 إلى 40 مولود. تخيل يكون عندك واحد عشرة الإناث ولا أربعة الإناث خمسة الإناث، تخيل هاد الشيء هاد العدد ضربوا أو تاني في واحد الربعة ولا في خمسة ولا حتى في عشرة، يعني هذه بالنسبة الأنثى الواحدة كتولد 35 حتى 40 مولود في العام. كاين أيضا هناك أن الأرانب لها القدرة على الحمل والرضاعة في نفس الوقت، حيث يعود رحم الأنثى إلى طبيعته خلال يوم واحد بعد الولادة فقط، وبالتالي يمكن الحمل مرة أخرى أثناء رضاعة الصغار. يعني ممكن أنها تحمل، أن الأنثى تحمل وتكون كترضع، هي كترضع وراها حاملة، ومنين تولد ممكن عاوتاني تزوج عاود في نفس اليوم، وهكذا دواليك. يعني تخيلوا يعني المشروع إذا كان غادي مزيان، تخيلوا المردودية اللي غادي تعطيكم والإنتاج والربح إن شاء الله. كاين نقطة أخرى، أنه ممكن للأم أن ترضع صغارها دون أن تشكل أي عبء على المربي، وهذا يعود عليه بالنفع، لأن المربي ما كيخسرش العلف خلال المدة اللي كتكون هي كترضع فيهم. يعني إذا كانت هي كترضع، يعني ديك الصغار قبل الفطام كتكون هي كترضعهم، يعني المربي في هذه الفترة هذه ما كيصرف الترياق. تخيلوا أن المربي ما كيصرفش لمدة شهر، إن هي كتكون كترضعهم، ولو أنهم بدأوا كيكبروا أنت ممكن أنك ما تعطيهم لا علف ولا والو، ولو كياكلوا شي علف كياكلوا علف قليل، ماشي بحال يعني الأرنب اللي كيكون بالغ، يعني اللي كيكونوا صغارين من فترة الرضاعة راه ممكن أنه يوصل لك مثلا 850 غرام وهو باقي ما كيرضع من أمه، يعني أنت غتخلى غير في الأم، والأم مسكينة راها حاملة وعاد كترضع. يعني تخيلوا هذه التربية ديال الأرانب، يعني سبحان الله عاطيها لنا الله، يعني سبحان الله. والمدة ديال الرضاعة اللي كترضعها الأم راه ممكن توصل حتى لخمسة أسابيع، يعني هو المربي مرتاح ما كيصرفش كاع. كاين واحد النقطة أخرى بعيدا عن النقطة هذه، أن الأرنب يصل وزنه إلى التسويق، يعني ممكن أنه يبيعه حوالي عشرة أسابيع إلى يعني الوزن كيوصل لجوج كيلوغرام، يعني عشرة أسابيع ممكن أنه يوصل لجوج كيلوغرام. جوج كيلوغرام بالثمن العادي اللي كيبيعوا به هو 35 درهم، 35 درهم للفرد واحد، تخيلوا للفرد واحد، يعني راه الا مشى تصدق لكم المشروع وكنتوا غاديين بواحد الطريقه مزيانه، تخيلوا هاد الارباح اللي غادي تربحوا ان شاء الله. زعموا بحال هاد المشاريع هادي ديروهم وما تبقاوش تصابوا بخيبه امل، واخا هاد العام ما يعطيش ولا هاد الشهر ما يعطيش، الشهر الجاي ان شاء الله غادي يعطي. وديما اللي نوصي عليه هو النظافه والكتمان، هاد جوج حوايج هما الاساس ديال التربيه ديال الارانب، النظافه والكتمان. كاين نقطة أخرى وهي أن تنتج الأرانب ما تنتجه الماشية، وذلك بحوالي خمس أضعاف، يعني هذا الشيء اللي كتنتجو الأرانب ممكن أنه يكون خمس أضعاف الإنتاج ديال الماشية. يعني الماشية راه مربحة، ولكن مهم الأرانب ماشي غير مربحة، راه خمسة أضعاف راه شيء خيالي في الحقيقة. كاين نقطة أخرى وهي سهولة التعامل مع الأرانب رغم الخبرة القليلة، وخا يكون أنت ما عندكش الخبرة كاع، جيب أرانب حطهم وتسنى ربي غادي 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 هما غادي يتزوجوا، هما غادي يديروا كلش، هما غادي يعطوك الإنتاج، ما عليك أنت غير توكلهم وصافي، ما غادي دير حتى شي حاجة. نقطة أخرى وهي الأمراض اللي كتصيب الأرانب معروفة وقليلة بخلاف الدواجن،
لان الدواجين حتى هي راه فيها مشاكل اخرى، يعني شي حاجه اللي كتقل الكاهل ديال 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 المربي ديال الدواجين. اما الارانب راه معروفه يعني الامراض ديالهم راهم معروفين وباينين، وممكن انكم ديروا لهم تحصينات موسميه باش كديروا الوقايه من هذه الامراض وصافي انتم خدامين ان شاء الله. كاين نقطه اخرى وهي اللحوم. يتميز لحم الارانب بارتفاع نسبه البروتين حيث يصل الى 20%، ونسبه عاليه من الاملاح مع نسبه قليله من دهون الكوليسترول، لذلك فهي صالحه لكبار السن والمرضى وكذلك الصغار. صغار السن اللي كيكونوا كيقراو مزيان لهم اللحوم ديال الارانب. اما بالنسبه للمرضى مزيان لهم اللحوم الارانب، ما كيشكلش عليهم شي خطر. وزياده على الكبار في السن، الناس اللي عندهم الزهايمر. الزهايمر هو واحد المرض كيصيب الكبار السن، غالبا كيصيب كبار السن، وهو النسيان، كيبقاو ينساو مساكن. الله يحسن العون، كيبقاو ينساو. ولكن هذه اللحوم هذه راها يعني دراسات كثيره هضرت على هذا الموضوع هذا ديال لحم الارانب والزهايمر. الزهايمر كيوليو عندهم الذاكره مزيانه، ملي كياكلوا لحم الارانب كيستطيعوا انهم يوليو يتذكروا وكيوليو مزيانين في الذاكره ديالهم. اذا كنظن انني كاع النقاط يعني هضرت عليهم، يعني دونتهم لكم في واحد 10 نقاط. الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. قناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر الجيم باش تساندونا وتزيد القناه القدام، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.